كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 64 لسنة 2022 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من السيد فيصل عيسى حفيد حماد وكيلا مساعدا للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية السيدة إيمان جواد كاظم العصفور وكيلا مساعدا للشؤون الاقتصاديه